صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBC لليوم السبت 23 تشرين الثاني. لم تمر 3 أيام على تفجير بئر حسن حتى وجدت مخابرات الجيش سيارة مفخخة ب 350 كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار ومعدل التفجير بين بلدتي مقني واللبوي في البقاع الشمالي. وما بين وقوع جريمة وتعطيل أخرى قبل حصولها، احتفل لبنان الرسمي بعيد الاستقلال بمشاركة الرؤساء الأربعة، أي رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ورئيسي الحكومة المستقيلة والمنتظرة منذ نحو 8 أشهر. وفي رسالة الرئيس سليمان عشية الذكرى 70، دعا مرة جديدة إلى الالتزام بتحييد لبنان وتناول الاستراتيجية الدفاعية وعمادها الجيش، وأكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة الاستقلال إذا ما قررت أطراف أو جماعات لبنانية بعينها الاستقلال عن منطق الدولة، أو إذا ما ارتضت الخروج عن التوافق الوطني باتخاذ قرارات تسمح بتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح على أرض دولة شقيقة. وقد قوبلت الكلمة بتأييد قوى 14 من آذار. ووصف رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري كلمة رئيس الجمهورية بأنها تشكل خط الدفاع الأخير عن استقلال لبنان وصيغة العيش المشترك. ضيفنا اليوم مستشار الرئيس الحريري الدكتور داود الصايغ، ومعه نتناول شؤون لبنان والمنطقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا. البداية مثل العادي بدنا نشوف حركة السير على بعض الطرقات. خلينا نبلش بأوتوستراد جوني، مع أنه اليوم سبت يعني في شوية زحمة باتجاه العاصمة، باتجاه الشمال الحركة طبيعية. منطقة الدورة عم نشوف فيها حركة سير عادية باتجاه الكارانتينا وباتجاه نهر الموت. بولفار شهر الحلو كمان الحركة عادية بكل الاتجاهات. ساحة سسيب الأشرفية الحركة طبيعية جدا. شارع الحمراء كمان الحركة طبيعية جدا مع توقف عند التقاطعات الرئيسية بهالشارع. طريق المدينة الرياضية المطار حركة طبيعية أيضا بكل الاتجاهات، ما في زحمة سير. كورنيش المزرعة ضغط سير على أحد المسالك المسلك الآخر الحركة طبيعية. وأخيرا مدينة صيدا والتحديد ساحة النجم الحركة فيها طبيعية جدا. يعني دكتور، بما أنه الصورة الأخيرة كانت من مدينة صيدا مبارح بحسب ما تبين أنه أحد الانتحاريين هو من مدينة صيدا ويدعى معين عدنان أبو ظهر، برأيك يعني اكتشاف هذا الأمر غدات عيد الاستقلال ما بيزيد من أجواء الفتنة بالبلد بعد ما تم نعم هذه كمان؟ الأجواء موجودة طبعا سيد بسام، لكن أنا بحب الفوت لشي حصل. أول امبارح يوم عيد الاستقلال شفنا رئيس جمهوري إذا الصبح عزى بالسفارة الإيرانية، والمساء ألقى خطابه خطاب الاستقلال المعهود اللي كان خطاب مميز. لكن هالفاجعة اللي حصلت قدام السفارة الإيرانية، والحديث امبارح عن اكتشاف سيارة تاني بشمال البقاع ومن مدية بالمعمورة، ومن بعد متفجرات المسجدين بطرابلس متفجرات 7 سيارات كمان مشتبه فيها، بيدل على أنه نحن عايشين بهلأ فترة اضطراب كبيرة. أولا المنطقة كلها مضطربة، لكن بعدين نحن هالحرب بسوريا بصفة حرب أولا ببلد جار، كنا من مدة شي سنة معك أو مع زملائك نقول إذا كان في بيت جارك عم بيحترق بيجيك دخان، هلأ صار عم بيجينا أكثر من دخان. مش بس لأنه الحرب حد ذاتها سوريا اليوم شرزمة ومهددة بمصير غير مجهول غير معروف، بس لأنه في فريق لبناني أساسي عم بيحارب بسوريا، ومثل ما ذكر امبارح فخامة الرئيس أنه خرج عن منطق الدولة وخرج عن منطق التوافق ويهدد الوحدة الوطنية ويهدد السلم الأهلي. بقى إذا شفنا اليوم اضطرابات من هالنوع نتيجة الحرب المفتوحة اليوم بالمنطقة سيد بسام، اليوم العراق مريض وسوريا مشرزمة وهنالك ما يهدد لبنان في هذه الحدود المفتوحة على كل أنواع المغامرات اللي بينتج عنها إرهاب بين العراق وسوريا ولبنان. هلأ كيف نحمي نفسنا؟ لأنه التشخيص كتير أستاذ بسام، وتداعيات الاشتراك فريق لبناني اللي هو حزب الله بحرب سوريا بلشنا نتلقى النتائج المباشرة المهددة، مش بس لوحدتنا مش بس للمؤسسات، في خطر كياني على هذا الموضوع، بما يجعلنا اليوم نضع تساؤلات أساسية أمام المصير. هل أنه نحن هذا الفريق اللي اختار أنه يضع
مستقبل نظام الحكم السوري قبل المصلحة اللبنانية، فإذا نحن لوين رايحين؟ بس رئيس الجمهورية ما حكى عن فريق واحد. رئيس الجمهورية حكى عن التدخل المسلح، عن تدخل في سوريا واستباحة الحدود بما يهددين. أي تدخل عسكري في سوريا أستاذ بسام، أي مساعدة بسلاح، أمر مدان إن كان من حزب الله أو من غيره، لكن هذا الغير منوي. حدود مفتوحة، سلاحها بيروح من بعض المناطق اللبنانية على سوريا، هذا شيء. واشتراك حزب لبناني فاعل قوة سياسية وعسكرية كبيرة تكاد تكون قوة إقليمية بمرجعية خارجية معلنة لمساندة هذا النظام، هذا أمر آخر. من وقت اللي سمعنا سيد حسن نصر الله قال من كم يوم أنه لا إلغاء لأحد، والشراكة هي أمر واجب، وكيف يتحقق ذلك بوجود مرجعية وبيقول أنه مرجعيتنا معروفة وين وأنا. هذا هو التساؤل اليوم بما يطرح، أنه نحن في ذكرى 70 للاستقلال. هذه الذكرى اللي الكل حكوا عنها وذكروا 70 سنة. اليوم هذه الذكرى أستاذ بسام منا بحاجة لمحللين ومعلقين وعلماء في علم السياسي حتى يقولوا شو صار بهال70 سنة. اليوم الناس العاديين عم بيقولوا لك عيدنا بالحداد، عيدنا بالدم، والسيارات جاية عم تيجي وعم بيهددونا بالمزيد من هذه الأجواء المضطربة وللمستقبل فيها مجهول. هذا سؤالنا اليوم اللي فخامة الرئيس حاول انه يحكي بخطابه العشية العيد، ولليوم على ألسنة كل الناس والناس العاديين، مش بس على ألسنة المعلقين والمحللين. لبنان الى اين بعد 70 سنة؟ هل هال70 سنة كانت مهدورة؟ لبنان نحو صراع مذهبي يتجه، صراع مذهبي اليوم سمت الصراع في العراق وهو سمة الصراع في سوريا، عم نحاول درء خطره علينا. هذه المنطقة المتفجرة اليوم تهدد بهذا النوع من الصراعات. نحن بدنا نتجاوز استاذ بسام موضوع تشخيص، كلنا عم نشخص لشوف لنطلع لقدام كيف نحمي هذا البلد. بس هل هذا التشخيص يعني هو تشخيص صحيح عند كل الفرقاء، ولا كلهم يشخص على ليلاه اذا بدك؟ شوف بيقولوا، بيقول لينين الوقائع عنيدة، الوقائع عنيدة. الوقائع عنيدة انه نحن اليوم في متفجرة حصلت من 3-4 ايام قدام السفارة الإيرانية، صح، وراح فيها ضحايا عديدين، 25 شهيد، وكان سيارة جينا ويمكن جاي سيارات، وبعدنا عم نحقق بموضوع طرابلس، وقلنا مين توصل التحقيق لشيء. اليوم ظاهرة جديدة سيد بسام، التحقيق عم بيتوصل لشيء، أولا بسبب وسائل التحقق الحديثة ومن جملتها الكاميرات، وثانيا بأحيان بالصدف ومثل هيدا الشاب اللي قال أنه الانتحاري من صيدا، لكن ما ننسى في كل الجرائم السابقة وآخرها جرائم اللواء شهيد وسام الحسن، حدا عرف شيء من كل اللي تم اغتيالهم بنفس الوسيلة. هلا الرئيس شهيد رفيق الحريري قدام المحكمة الدولية قضيته، لكن كل الشهداء فيما بعد حدا توصل لشيء؟ اليوم ممكن عم يكون في بداية توصل إلى شيء، وهذا شيء حسن، شيء جيد، عنصر إيجابي إنه يكون في تسريع في اكتشاف المجرمين والمخططين والمنفذين لهذه الجرائم. بقى كنت عم تسألني إذا هل نحن الى اين في هذا الوضع؟ نحن امام تساؤل، ما بنطلع من التشخيص اذا كان التشخيص هو نفسه عند الجهتين، لا نحن بحاله انقسام. لكن هن اللي عم بيقول انه راح التزم بالحرب بسوريا حتى يمنع مجيء التكفيريين اجوا والقاعده صارت عنا. وامبارح من يومين سمعنا مسؤول إيراني عم بيقول أمن إيران من أمن لبنان كتر خيره، هذا الكلام كنا نسمعه من مسؤولين سوريين. أمن سوريا من أمن لبنان، وكلفنا كتير هذا الكلام، هذا الامتداد الأمن الإقليمي. نحن تطلعنا أن يكون أمن لبنان من أمن لبنان،
ولا حدا يجعلنا جزء من أمنه وجزء من سياسته وجزء من مخططه. هذا لبنان اللي التعبير اللي ورد بسنوات طويلة واللي أنا شخصيا كنت حاول مثلي مثل غيري اتمرد علي، لبنان الساحة، نحن مش ساحة لحدا. بس هلا هالوضع، هالحرب الموجودة اليوم بالشرق الأوسط، هذا الاضطراب اللي عم بيشمل جميع البلدان، طبعا وضع مصر لحاله، لكن بين العراق وسوريا اللي اليوم أصبحوا تحت النفوذ الإيراني، هذا واقع. هذه العروبة انتفت عند هاتين الدولتين الأساسيتين في الشرق العربي، صار في صراع اليوم، في له ملامح جديدة في هذا الاتفاق أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية على الملف النووي. من شهرين، من أقل من شهرين، كان هنالك احتمال ضربة أمريكية على سوريا، يمكن لو حصلت كانت غيرت أوضاع كثيرة، لكن يعني ما حصلت وصارت انتصار بالنسبة للفرقاء الموالين لسوريا. لم نحكي عن هذا الانتصار أستاذ بسام، لم نحكي عن هذا الانتصار. إذا كان في انتصار بسوريا على شو؟ انتصار يعني حتى تدمير الأسلحة الكيميائية عملوه انتصار، حتى تأجيل الضرب عملوها انتصار، وكل ما يحصل على الأرض الآن يقال النظام السوري عم يحاول يبين أنه انتصر في لبنان. يعني أصدقاء هذا النظام في لبنان عم يحاولوا يظهروا بمظهر المنتصر. هلأ هيدي من جيلة إذا بتسمح بس نحكي عن هذا الموضوع، لكن أنا بدي أتوقف بعد فضل. نقطة، هذا الانقسام اللبناني اللي وصل اليوم لزورته، هل هو انقسام بنيوي؟ إنه شو اللي بيخلي اليوم فريق لبناني أساسي يجعل مرجعيته بالخارج؟ ما يكون أولويته هذا الخارج على أولوية المصلحة اللبنانية، لأنه ما في دولة لبنانية قوية تقدر تقول له لهذا الطرف إنه أنت مرجعيتك لبنان وهذه الدولة هي مرجعية كل اللبنانيين. الدولة هي صنعنا كلنا، هي صنعنا كلنا، بس حدا بده يخرج عن منطق الدولة مثل ما قال امبارح في خامة الرئيس. لسبب سيد بسام اليوم بس نشوف مطالبات بيكتبوا على بعض شوارع بيروت، شوارع الأشرفية، نعم للفيدرالية. في مين بده فيدرالية؟ بأول سنوات الحروب بلبنان صار يقولوا بدهم تقسيم. لا الفيدرالية ولا التقسيم هن حلول ببلد متعدد، ببلد في اختلاط طائفي بكل المناطق. إيه بس لكن هذا تعبير، هذا البلد الناس مش سواسية بهذا البلد، في ناس تتمتع بقوة وناس أخرى ضعيفة. هذا هو السبب إنه اليوم اللي بيقول بدي أخرج من هذا الوضع عبر شو؟ إنه أو الشباب بيسافروا أو إنه لأقول لحل، نحن مش مضطرين كلبنانيين كمستقبل كصيغة كمبرر وجود نتحمل خيارات قادتنا إلى احتمال زعزعة هذه الصيغة وبالتالي هذا الكيان. لسبب منه بيقول يا سيدي أنا بدي صيغة فيدرالية، طبعا هي مش بسهولة رح تتحقق، ونحن كلنا بلد صغير نطلع عند محافظة الجيروند بفرنسا، كيف بدك تعمل صيغة فيدرالية؟ وهل الصيغة الفيدرالية بتحمي من ذلك؟ لا، أنا بعتقد لا، ولكن هذا تعبير عن رفض موجود، انه يا سيدي بدك تروح تحارب بسوريا وعم بيستشهد بيوقع الشباب بسوريا بيموتوا، بيجوا هون بنشوف بالمناطق بيحتفلوا بدفنهم، بقى نحن مش راضيين بهذا الوضع، لانه انعكاسات ذلك هو على كل لبنان، على مستقبل لبنان، على عدم استقراره، على كل هذه كل ما نشكو منه. فاذا هل شو هي الحلول؟ نعمل فيدرالية؟ نفصل عن بعضنا؟ ما حدا قال نفصل عن بعضنا. طب شو الحل؟ يعني هذا رئيس جمهورية دق ناقوس الخطر مثل ما بيقولوا بكلمته، السيد حسن نصر الله بيقول نحن ما بدنا تغطية من حدا لحتى نقاتل بسوريا، ونحن لا نقايد موقفنا بسوريا ببعض الحقائب الوزارية، موقفين متناقضين جدا إلى أبعد التناقض. وين الحل؟ بيقعدوا على طاولة حوار بتوصلوا لنتيجة، شو الحل؟ الجلوس على طاولة الحوار بظرف طبيعي هو أمر جيد أستاذ بسام، لكن نقعد على طاولة الحوار ومستقويين بالخارج، مستقويين بقوة الخارج، مستقويين بالسلاح، هذا ما عاد حوار. إنه بنقعد على طاولة الحوار بس ما تحكوا بالسلاح، بنقعد بنألف حكومة بس نسوق قصة اشتراكنا بسوريا،
كيف بدنا يعني اي حكومه ممكن تنشا او اي حوار ممكن ينجح ضمن هذا الواقع. نحن عم نطلع سيد بسام على هذه الصيغه اللي كان لها مبرر وجود، وانا شخصيا بعدني بعتقد انه ما في حل اخر. بس يوصل رئيس الجمهوريه ووصلوا بلجنه بهيئه الحوار الى اعلان بعبدة محاوله تحييد لبنان هي لحمايه. عم تسالني شو هو الحل؟ الحل يتمثل بجزئين. نحن داخليا نقدر نحيد لبنان عن الصراعات، وخارجيا تمتنع الاطراف عن محاوله تفجير هذه الصيغه وهذه التجربه بتفجير لبنان. لانه وجد اليوم عنا اجا سنه 2010 الرئيس الايراني احمد نجاد، وبالجنوب اعلن عن انشاء جبهه بين ايران والعراق ولبنان وسوريا ما دون ما حدا يكلفه. نحن لن ندخل في المحاور، عم تكلفنا صيغه هيدي سياسه المحاور، كلفتنا كثير لحد هلا. ولكن من الداخل ومن الخارج في دول عربية بالسابق حاولت تحمي لبنان، مصر الناصرية، مصر اللي ابتعدت اليوم عن الشأن اللبناني تنظر للبنان كله، السعودية اللي اليوم متهم المملكة العربية السعودية رح تكاد تصبح المملكة خصم، انه هي عم بتغذي الإرهاب في لبنان وهي التي تدفع، هي اول من حارب الإرهاب وبعد في اول، وصار في عمليات ارهابيه ضمن المملكه والمسجونين، وهذا اليوم اللي نسب له هاي العمليه مسجون الاول من وقف وحارب الارهاب هو المملكه العربيه السعوديه. المملكه قاعدين بحبوا البعض يحطوها مثل ما في فريق مع ايران فريق مع السعوديه، لا، السعوديه شيء وايران شيء. السعوديه دوله عربيه منذ استقلال لبنان الى حد اليوم، وقفت إلى جانب كل مكونات الشعب اللبناني، وألاف ألاف اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق اشتغلوا وازدهروا وحققوا أعمال بالسعودية. بقى بعطيك أنه هذه الدول من بيناتها مصر، سوريا، دول الخليج، هودي بيحموا لبنان، يحموا هذه الصيغة. سوريا حمت لبنان؟ لا، سوريا كانت مرجعية للخلافات اللبنانية وليس لعملية توحد بين اللبنانيين. سوريا بعد لهلأ بتتدخل في الشأن اللبناني، اللي بس يكون يقول بشار الأسد 14 أدار منتج إسرائيلي، هذا مش عمل على توحيد. عملية التوحيد بين اللبنانيين منا عملية صعبة، بس يكون مش رئيس بشار الأسد أي وحده هذا الكلام. في فرقاء لبنانيين عم بيقولوا أنه قوى 14 أدار هني عملاء لأمريكا ولإسرائيل ولمدرمين، و14 أدار تتهم الآخرين أنه عملاء لإيران. اتهامات متبادلة بالداخل أستاذ بسام نتيجة خلاف سياسي، انقسام داخلي. إيه، أنا عم بحكي عن دولة جارة، عن نظام حكم صار له بيتعاطى بشؤونها من سنة 75 إلى حد اليوم، وأنا ما بعتقد أنه هذا النظام سوف يغير طريقة تعامله في لبنان إذا بين مزدوجين انتصر، لأنه عم يعطي براهين بعده على استمرار هذا التدخل. أنا عم بحكي عن طريقة، عن صيغة ممكن أن تحمينا. ليس المطلوب بلبنان أستاذ بسام أنه كل طائفة تحمي نفسها، مطلوب أنه نحمي هذه صيغة العيش الواحد، هذا مبرر وجودنا. صحيح، بس كيف بدك تقنع الأطراف التي تتدخل في سوريا وتقاتل في سوريا، إن كان حزب الله أو إن كان فرقاء آخرين أو مجموعات أخرى سلفية أو متطرفة، كيف بدك تقنع هؤلاء الطرفين أنه حياد لبنان أو تحييد لبنان عن هذه الأزمات هو الحل وهو الخلاص لهذا البلد، طالما هن يقتنعون أنه ما يقومون به هو لمصلحة لبنان؟ وسيلي نقنعون، نحن عم نحكي عم نقول شو هي المخاطر. هن بدهم يفوتوا بهذه المخاطر، عم يعرضوا نفسهم وعم يعرضوا لبنان. الارتباط بالخارج سيد بسام عملية مكلفة، مش بس إلهم، مكلفة للجميع. يعني عم يروح، نحن عم نقول بدنا نعيش مع بعضنا، ما عم بقول لك بعده سيد حسن عم بقول نحن لا غنى عنا، بده الشراكة، بده ايه شراكة، شراكة إلى أصول، شراكة إلى أصول ومرجعية الإمام الخمينيي، وما بياخذ اوامر الا منه، لا من رجال قانون ولا من منطق ولا مشي، بس من كيف هالحكي هذا. وايران عندها برنامج، عندها اجنده بسوريا، وعم تتحاور مع امريكا،
هل انه اذا تسهلت علاقتها بامريكا ممكن انه توعز الى حزب الله بالانسحاب؟ نحن عم نقول انه هذا الموضوع بشكل خطر كياني. الموضوع سيد بسام تجاوز الخلاف السياسي بلبنان. الخلاف السياسي انه في اتهامات بين فريقين، يعني قبل اشتراك حزب الله بالحرب بسوريا كنا عم في خلافات اساسا موضوع السلاح. اليوم ما عاد بس موضوع السلاح، موضوع استعمال هذا السلاح في 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 سوريا وانعكاسه على البلد، انعكاسه على لبنان. هذا اللي عم نطلع عليه. كنت مشان ارجع اختصر لك، في عمليه بالداخل بدنا نكون متفقين عليها، في مساعده من الخارج من اشقاء من اصدقاء. ممكن انه هذا البلد لهالسبب انطرحت فكره تحييد لبنان. إلى جذور بتاريخنا الاستقلالي منا جديدة، منذ البيان الاستقلالي للرئيس رياض الصلح إلى فترة الستينات، منذ أن قال ولا للشرق ولا للغرب، يعني أن لا يكون ممرا للاستعمار ولا مستقرا من الغرب إلى الدول العربية. هيدي بذور أو ملامح ل أنه نحن لا مع هون ولا مع هون. نحن طبعا بلد عربي، نحن من مؤسسي الجامعة العربية، نحن من مؤسسي الأمم المتحدة، ولكن التزامنا العربي له حدود. له تفضل. لا تفضل. كنا عم نقول انه التزامنا العربي له حدود، بس هذا الالتزام يعني اليوم الدول العربية هل ملتزمة تجاه لبنان؟ الدول العربية مين؟ الدول العربية ما الدول العربية اللي كنت عم تحكي عنها وتقول انه هي كان لها دور كان لازم يكون لها دور بحماية لبنان، كان لازم يكون لها دور بانه تحافظ على 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 الهدوء والاستقرار في لبنان. الدول العربية سيد بسام دائما نظرت الى لبنان. تعبين شوي، شو ناخذ بريك؟ ايه خلونا ناخذ بريك وبنرجع نتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ BCI مع مستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور داوود الصايغ. دكتور، يعني بما أنه كنا بنحكي عن الأجواء التي يعيشها لبنان والتوتر الذي يسود الساحة اللبنانية وارتباط كل هذه الأمور بالخارج، طب هناك استحقاقات كمان لبنانية ما تزال عالقة بعد التمديد لمجلس النواب، مسألة الحكومة لا تزال عالقة إلى اليوم، وكمان هون في اتهام لأطراف إقليمية بعرقلة تشكيل هذه الحكومة من إيران إلى سوريا إلى السعودية. تشكيل الحكومة العرقلة هي منا جاي من وضع داخلي فقط، جاي من وضع إقليمي. هذا لبنان اللي نوعا ما صار رهينة صراعات المنطقة. إذا رهينة صراعات المنطقة فإذا القرارات الداخلية ما ناخدها نحن عم تكون مرهونة بهذه الصراعات. الحكومة صار هلأ صار له الرئيس تمام سلام 8 أشهر مكلف، وانطرحت عدة صياغ، طرحت صيغة 3-8، طرحت صيغة 9-9-6، وعم نشوف انه كيف اشتراك كل هالافرقاء بالحكومة بده يصير. طبعا من الناحية الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هن اللي بألفوا الحكومة. هل انه ممكن فخامة الرئيس والرئيس المكلف دولة الرئيس يفرضوا حكومة امر واقع؟ قال الرئيس تمام سلام انه انا بدي حكومة من الواقع مش حكومة امر واقع. وبعد هلا هالمواقف، وسمعنا مؤخرا مواقف من الوزير وليد جنبلاط يقول شو قصة اشتراك حزب الله بسوريا، وهذا كلام ردده سيد حسن، نسوء قصة اشتراكنا بسوريا وخلينا نألف حكومة حتى تدير شؤون الناس. ولكن تأليف حكومة بده يجي يقعدوا وزراء يشكلوا فريق، هالفريق بده يكون متجانس، وهذا خيار أعلن عنه رئيس تمام سلام أنه أنا بدي فريق منتج، فريق متجانس، مش وزراء يقعدوا حد بعضهم حتى يقدروا ياخدوا قرارات. طبعا في مشاكل الناس بدها معالجة، أمور حياتية، في موظفين
في دولة مش ماشي في يعني اليوم وظائف شاغري بالداخل بالخارج في سفرة ملك إداري غير مكتمل بقى هيدي كلها معالجة شؤون الكهرباء معالجة موضوع البترول كلها أمور هيدي بدها حكومة. طيب مين عم بأخر تأليف الحكومة؟ هذا الطرح نحن بس يجي يطرح 14 أدار إنه نحن بدنا نجي حكومة ما نقعد نقول فيها من جديد جيش وشعب مقاومة وبعدين ما تكون تنسحبوا من سوريا وبعدين مانا سلاح نلاقي له حل يعني ما نطلع لقدام عبر تأليف حكومي تكون على صورة أمال هالشباب أمال اللبنانيين إنه نعمل حكومة طبيعية مش حكومة يجي يقعد يعني أخذني متاريس قبل بعضهم وما يعود في إمكانية حكم. الحكومة أستاذ بسام مانا موجودة للحوار الحكومة موجودة لكي تتخذ قرارات. هل ممكن اتخاذ قرار شو بناخذ قرارات العلاقة مثلا بالكهرباء وبالمي وبالطرقات وقرارات كبرى؟ لا هذا ما بيجي. الحكومة بدها تحكم من كل النواحي صحيح. بقى في ضمن هذا المأزق الإقليمي اللي عم ينعكس على لبنان انشل عمل المؤسسات. نحن ما إلا حظ أستاذ بسام إلا ضمن مؤسسات الدولة. الدولة هي اللي بتحمي، الدولة هي الضامنة للجميع، لكن الدولة هي شغلنا كلنا. مش إنه الدولة جسم منفصل عن الناس، الناس بدهم إياها والناس. لا، إذا حدا ما بده الدولة معناتها هذا المشروع عم ينضرب بأساسه. الصعوبات جاية من هون. هلا بس كمان في شيء خارجي بالآخر. الخارجي شو هو؟ يعني هذا الوضع الإقليمي. طبعاً هذا الوضع. إنك تعمل حكومة بغض النظر عن الوضع الإقليمي. قلت لك أستاذ بسام الوضع الإقليمي ماخذ لبنان رهيني. ماخذ لبنان رهيني لصراعات المنطقة. من جملتها هذا الموضوع الحكومي، من جملتها احتمال الفريق الرئاسي. هون المشكلة الكبيرة. صاروا اللبنانيين عم بينظروا للفريق. أنا عم بسمع آراء بيجي بتقول لك بكرة إذا وصلنا لاستحقاق الرئاسي ما في حكومة، أي حكومة هيدي الموجودة تصريف الأعمال أو ممكن يألف رئيس جمهورية والرئيس سلام حكومة هي بتصير تحل محل صلاحيات رئيس الجمهورية. هذا اليوم السؤال مثل كأنه في استعداد مسبق عند اللبنانيين لكل هالسيناريوهات السلبية. أنا بحب أن يكون في عنا نظرة إلى الأمام، نتطلع إلى الأمام دائما. الحياة هي تطلع إلى الأمام. كان عنا قدرة على تجاوز الصعاب، على معالجة المشاكل، ولكن بهالطريقة اليوم شايفين أنه في عملية تأليف الحكومة عم تخضع إلى منطقين. هالمنطقين ما بجوز نحطهم قبل بعضهم سيد بسام. منطق الحكومة تأليف الحكومة هلا تنسجم مع المؤسسات الدستورية مع مصلحة لبنان هيدا شيء، ومنطق بيقول لك أنا بدي حارب بسوريا نسوء أني عم حارب بسوريا وتعال ألف حكومة. هودي لا ما بيمشوا مع بعض. بقى ليش عم نحطهم؟ نحن عم نحط تدخلات خارجية وبنذكر السعودية وبنذكر بعض الأطراف. لا، حكومات الخارجية أصدقاء الأمريكان الفرنسوية عم يشجعونا نألف حكومة بالقدر اللي بيقدروا يدخلوا في هذا الشأن. ولكن أنه نجي نحط كل الناس مع بعضها أنه لا تدخلات خارجية عم تمنع تأليف الحكومة، هذا الظرف اللي وصفناه بالبداية أستاذ بسام وشفنا قديش اليوم هذا التدخل عم يشل لبنان، هذا أساسي. كيف بدنا نألف حكومة أحد مكوناتها عم بحارب بسوريا؟ طيب بيطلع وزير الخارجية الأمريكي بيقول نحن علينا أن نشجع المعتدلين في لبنان للتشكيل حكومة ولا نريد لحزب الله أن يرسم مستقبل لبنان. هون هذا الكلام كمان يعني ما في حزب الله هيك يمر عليه مرور الكرام ويجي يقول أنه والله هذا قاله وزير خارجية أمريكا بالسعودية. عندهم موقف أني عندهم موقف من حزب الله وعندهم موقف من كل الحركات الأصولية.
هلا تشجيع الاعتدال بنقول نحن هذا بلد لا يقوم الا على الاعتدال والمعتدلين. ولكن هلا الاتحاد الاوروبي كمان تعامل مع موضوع حزب الله في شق عسكري وشق سياسي. نحن بنعتبر انه حزب الله هو مكون لبناني بيمثل شريحة أساسية من مكونات الشعب اللبناني. الخلاف أو الخلاف معه هو على موضوع السلاح، على موضوع السلاح وعلى موضوع المرجعية الخارجية. هلأ هل ممكن حزب الله مع التطورات الإقليمية اللي مقبلة أنه يصبح حزب لبناني عادي، أنه يصير فيه حزب سياسي بصرف النظر عن السلاح؟ نحن أمام هذا التحدي سيد بسام. هذا الحكي بلش سنة 2006، بلش سنة 2006، وبعتقد المتحاورين وعالجوا مختلف هذه المواضيع اللي كانت مدرجة كجدول أعمال هيئة الحوار أول ما بلش الحوار، وبقي هذا الموضوع. صار في حرب تموز 2006 وتوقف الحوار، وبقي هذا الموضوع ذاته على جدول أعمال إذا فينا نقول إلى ولبعد ما تم الاتفاق عليه. بقى هذا الواقع عم يرخي بظله على كل الحياة السياسية الداخلية، عم يرخي بظله مش بس على الحياة السياسية، على الحياة اللبنانية ككل. اليوم إذا شاب بخصك بخصني بخص بده يجي يطلع على مستقبله بيلاقي إنه نحن عايشين بوضع غير مستقر، غامض بالنسبة إلى المستقبل. بقى بيجرب يشوف كيف بده يروح، كيف يدرس برا، كيف يشتغل. الهجرة اليوم عم تطال الجميع، مش عم تطال فئة وحدة. أمام هذا المستقبل الغامض واللي عم يزداد غموض اليوم أستاذ بسام، هالحروب الماشية اليوم تختلف بطبيعتها عن حروب السبعينات والثمانينات. كان يومتها في ثنائية دولية متمثلة بالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كان لبنان عاش نتائج هذه الثنائية. نعم. كان هاري كيسنجر يقول يجب حصر النار في لبنان، محل ما بادرت أمريكا يومتها إلى حل الموضوع، بيدر قال بس بهم حصر النار. اليوم طبيعة الحروب النار منتشرة بهذه المناطق. صحيح. هل فينا ناخد لبنان نحن ونعزله عن صراعات المنطقة؟ من الصعب. لكن هل فينا نحايده عن الصراعات؟ فينا نحايده برأيك؟ فينا، أنا برأيي إيه؟ هيدي سيد بسام نتيجة تجربة، نتيجة نضج كبير، نتيجة يعني بس ينطرح موضوع تحييد لبنان. على كل حال فخامة الرئيس ميز بين الحياد والتحييد. صح. عم يجوا بيطرحوا صياغ، قلت لك عنا هيدي الصياغ السويسرية والنمساوية مش إلنا. طيب اليوم يعني بهالإطار، وكنا عم نحكي عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، يعني مش ممكن مثلا انه يكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو بداية مثلا لجعل لبنان ينأى بنفسه عن كل ما يجري في هذه المنطقة، ام انه عدم الانتخاب ساعتها سيؤكد انه لبنان متورط اكثر واكثر في هذه الازمات؟ طبعا توافق. انا رأيي أستاذ بسام، سألتني عن موضوع الحكومة، مجرد تأليف الحكومة هو تعبير عن وفاق. يعني مجرد تأليف الحكومة سينسحب عن انتخابات الرئاسة. إيه، مجرد الاتفاق على انتخاب رئيس هو تعبير عن وفاق. هودي استحقاقين بعد ما اتفقنا عليهم. لا تأليف الحكومة ولا انتخابات الرئاسة. بقى هودي الموضوعين اللي عم بصير عليهم الشغل، لأنه الوفاق مش متوفر، مش عم تتألف الحكومة. هل ممكن أن يتوفر الوفاق لانتخاب رئيس جديد؟ هذا هو السؤال. فخامة الرئيس حكى عن ذلك امبارح، وكل المهتمين بشأن اللبناني والصفرة الخارجية والصفرة المعتمدين والتعليقات الخارجية، يعني منا نوصل إلى هذا الاستحقاق. كل العمل أنه لا، ما نوصل، ما نأسس لي لفريق جديد، ما نأسس لي أنه لا، بعد ما مددنا للمجلس وحكومة ما فيه ورئيس جمهورية ما فيه، لا ساعتها يتهدد ركائز البنيان اللبناني. طب هون شو دور يعني كل طائفة وكل مكون من مكونات هذا الشعب اللبناني؟ يعني
إذا بدنا نجي ناخذ السنة اليوم، هناك رئيس حكومة مستقيل موجود، هناك رئيس مكلف، مجلس نواب ممدد له، رئيس مجلس نواب موجود، رئاسة الجمهورية اللي هي منصب مسيحي وبالتحديد ماروني مهددة بالفراغ. هون شو دور المسيحيين بكل هذه القصة يلي عم بتصير، وخصوصا كمان انه هن منقسمين كمان على بعض؟ هلا الانقسامات تشمل الجميع، ولكن موضوع رئاسة الجمهورية منه بس موضوع مسيحي، بس لازم يكون لهم كلمة. رئيس الجمهورية هو رأس الدولة وهو حارس الدستور، ويسهر على احترام الدستور ورأس الدولة وحامل الوحدة، بقى هو ورأس كل المؤسسات. هذا موضوع بخص الجميع. هلا إذا كانوا مسيحيين منقسمين في أحزاب، في أحزاب متعددة مسيحية، مش معناتها أنه رئاسة الجمهورية هي من اختصاص لوحده. هذا عمل مثل ما أقول لك بده توافق. هلأ إذا بتهيأ ظروف إقليمية وخارجية، مش إنه بيتدخلوا، لا. سيد بسام سنة 1958 في مين من أجيال جديدة بيجهلوا، انتخب الرئيس فؤاد شهاب بتوافق بين الرئيس عبد الناصر والموفد الأمريكي روبرت ميرفي. كان في يعني توافق، كان يومتها بيمثل هالثقل العربي يومتها رئيس جمال عبد الناصر، ايام الوحده مع سوريا. وفيما بعد يعني بعد الرئيس فؤاد شهاب جاء الرئيس شارل حلو، بس كان في وضع داخلي بيسهل امتداد هذا النهج الشهابي. بعد ما انتخب الرئيس نمير فرنجيه باكثريه صوت واحد، بعد ما سنة 75 بلشت الأحداث وصار في تأثيرات خارجية، دائما بيكون في نوع من تسهيل إقليمي ودولي لعملية انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، دائما بيكون في هذا. بقى حاليا هل مؤمل إنه يكون في بدل النزاع الإقليمي على لبنان؟ اليوم في هذا النزاع، في استسهال عند البعض ليقولوا إنه السعودية مقابل إيران، ما مش صحيح صحيح، أو الرأي دور لسوريا. هذا النظام سيد بسام رح بيطلع أن يكون له دور بلبنان، مهما حصل. بقى أمر راهن من هلأ. طبعا في أسامي عم تتردد، مش معناتها أنه رح يصير فريق بالضرورة، لا. متأمل أنه يصير في توافق على شخصية، على حل ما. هلا رئيس سليمان قال انه ما انه راغب لا بالتجديد ولا بالتمديد احتراما للدستور. بقال انا شخصيا ما بميل لاقول انه في فراغ، امول لاقول انه لا، رح يكون في توافق، رح يكون في ظروف ساعدنا على انتخاب رئيس الجمهورية. دكتور كمان يعني بإطار هذا الكلام، كان عن رئيس الجمهورية ولا كان عن الحكومة ولا كان عن الوضع في لبنان ككل، كمان الفرقاء اللبنانيين بيتهموا بعضهم أنه كلهم ناطرين إما انتصار النظام السوري وحلفائه وإما هزيمة النظام السوري وحلفائه، مشان أنه كل فريق يقطف الثمار على الأرض في لبنان. وين هذه الانتصارات؟ وين هذه الهزائم؟ عبي شوف أستاذ بسام، رح يصلى الثورة السورية سنتين وتسعة أشهر. بلشت شيء وصارت شيء، بلشت بدرعة وفي سياق هذا الربيع العربي اللي أنا شخصيا ما زلت متأمل فيه، بعكس كثيرين عم بيقولوا أنه صاروا دخل بالخريف العربي. نعم. أحداث مصر شيء، وبتونس وبليبيا وبغيرها شيء. بالنسبة إلى سوريا أستاذ بسام، تطور الوضع إلى حد صارت الأزمة السورية أهم أزمة معاصرة في مطلع القرن 21، بشراستها، بعنفها، بتداخل الأطراف الخارجية فيها، بتعدد الأطراف المتقاتلين. كان من شهر، من أقل من شهرين، كان في بدأ تحصل ضربة أمريكية وتراجعت وسلم واعترف النظام السوري بتسليم الأسلحة الكيميائية. صحيح. وكلنا بعدنا ما نسينا كيف صارع وزير خارجية سوريا الموجود بموسكو
وأعلن أنه الالتزام بهذا الاتفاق الأمريكي الروسي. فهل هذا النظام انتصر؟ انتصر من مدي صرح من مدي الأخضر الإبراهيمي أنه نصف الشعب السوري أصبح نازح بالداخل وبالخارج. نحن بلبنان يمكن صار عنا مليون، وهلا عم بيقولوا لنا انه بده يجي بعد من جهه ارسال وغيرها، بده يجي اكثر من 2000 عائله فاتوا على ارسال بالاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي نعم، عدا عن الموجودين بتركيا، الموجودين بالاردن. وفي مشهد انا شفته كثير اثر فيه، مخيمات في بلغاريا هذا في اذلال. فاذا هذا النزوح، هل 120,000 قتيل سيد بسام، هالدمار اليوم المدن السورية بالنسبة لجيل جديد ما بيعرف، مثل ستالينغراد، مثل غروزني، هيدا أي عن أي انتصار عم يحكوا؟ اليوم العالم كله عم ينظر إلى سوريا نظرة غير ما بعد أصدقاء سوريا عم يصوروها هون على التلفزيونات اللبنانية. رجعنا عم نشوف النواب سوريين عم يظهروا على البلاتو على الشاشات اللبنانية وبيحكوا عن انتصارات. شو انتصارات بلبنان؟ وين الانتصار؟ انه اذا النظام هل كل القضية هي استمرار هذا النظام؟ هذا يعتبر انتصار لانه ما سقط؟ انتصار ايه، لانه في مؤامرة عليه، يعني مثل ما بتقول الاطراف المؤيدة للنظام انه هناك مؤامرة امريكية واسرائيلية وتكفيرية تستهدف هذا النظام، وهذا النظام استطاع انه يواجهها بالرغم من الدعم يلي عم يجي لها. كيف تجمعوا مع بعضهم هوني؟ كيف تجمعوا مع بعضهم؟ يعني هوني لازم يشرحوا لنا يلي عم بيقولوا فيها المؤامرة. اسرائيل وامريكا، لا امريكا ما عادت، ما تراجعت عن الضربة. وسمعنا جون كيري وجه تقديره لسرعة تنفيذ تدمير الأسلحة الكيميائية بالنسبة إلى سوريا، بالنسبة لسوريا. أما تعدد الأفرقاء بالداخل المقاتلين، هذا أمر يسأل عنه النظام. أستاذ بسام اليوم في هون بعد بيجي بيقولوا أنه وعدونا أنه النظام، قالوا بده يسقط بعد جمعتين، بعد ثلاثة، بعد شهر. هيدي كمان حجة ضد النظام، انه هذا ما قدر يحسم مع بين سوريا قوة عسكرية كبيرة. بعد سنتين وتسعة اشهر ما قدر يتحسمت. ماذا يعني ذلك؟ يعني فاذا دخلت اطراف عديدة. استاذ بسام، المحنة السورية اصبحت محنة لبنانية بكل معنى الكلمة. صحيح. فاذا اي انتصار، نحن ما حدا بيتمنى لسوريا إلا الخير، لأن جارتنا الأقرب، وفي هذه العلاقات بين وبينهم العلاقات مستمرة من كل النواحي. ما يصيب جارك بده يصيبك، ولكن نتحدث عن انتصار، هذا أمر يعني معيب. وبعد ما في شيء انتهى، مش إنه نتمنى المزيد من الخراب، لكن انتصار عشو؟ معقول دولة أو نظام حكم يحكي بانتصار و 120؟ ما عاد حدا عاد اذا كان 120 او 130 الف. طب خلي اقرا لك شغله، بما انه عم نحكي عن مساله الانتصار. مصادر مقربه من حزب الله لصحيفه الراي شو بتقول؟ لو فجروا مئات العبوات وذهب من جرائها الاف الضحايا، فهذا لا يوازي جزءا بسيطا من الهزيمه التي تصيبهم في سوريا، لان حلمهم انتهى بالسيطره عليها، وتاليا سقوط لبنان وبلوغهم البحر المتوسط، ومثلهم مثل الطيران الاسرائيلي الذي يملك السيطره على الجو، في حين ان القدره هي لمن يملك الارض وليس لمن يضرب ويهرب كالتكفيريين اليوم. وكشفت المصادر ان الرد، وبغض النظر عن الاجراءات والمرحقات في لبنان، سيكون في سوريا، وسيترجم ذلك بسقوط دايره عطيه القلمونيه خلال ايام. فالمعركه في سوريا وليست في لبنان. هذه مصادر مقربه من حزب الله لصحيفه الراي. عم يدخلوا بتفاصيل مسار المعركة العسكرية، انه سقطت القلمون وقبل سقطت القصير، وانه النظام عم بيعمل انجازات عسكرية. طيب انا عم ركز على نقطة واحدة، بأي ثمن افترض بقي هذا النظام وبقي بشار الأسد وحزب الله اللي راح يحارب بسوريا لمساندة هذا النظام، هل هذا انتصار؟ هل هذا انتصار بمجرد ما بقي؟ هل انه هذا المحور اسمه ايران سوريا حزب الله حقق انتصار؟ انا عم شكك، مش بس عم شكك، عم برفض فكره هذا الانتصار.
اليوم في بالحروب التقليدية معروف شو هو الانتصار، ما مش رح هلأ نسترجع التاريخ حتى نقول كيف بيكون الانتصار العسكري، لكن عم بقول أنا أنه بهذا الصراع الموجود الدموي الشرس المستمر كيف فينا نتحدث عن انتصار بهذا الثمن المرتفع؟ دخلك من مدة شهرين يقولوا 120,000، اليوم عم بيزيدوا أنه وقف القتل بالكيماوي وبعده مستمر بوسائل تقليدية. إذا مستمر بوسائل تقليدية وبعد كل العمليات ماشي انتصار وين؟ انتصروا بلبنان؟ يعني هذا النظام هل سيكون، هل تصرفه في لبنان هو جزء من وجوده؟ أنا دائما بتسأل وعندي كتابات يمكن فيها جزء من وجوده، جزء من وجوده لهالسبب. في هذا الإصرار من أصدقاء سوريا أصدقاء النظام على أنه يقولوا باستمرار أنه حقق انتصار وبيبشرونا أنه لا بده يبقى بعد 2014. طيب ماذا يعني ذلك؟ أنه هل بدها ترجع سوريا مارس سياستها بلبنان مثل ما كانت؟ أنه هل انتصار هو بعد هذا التهديد الأمريكي؟ عم يستعجلوا شوية، عم يستعجلوا يقولوا. لا بس مهني كمان دكتور شايفين الصورة الثانية أنه الأمريكيين كمان قاعدين مع الإيرانيين، ومثل كأنه الأمريكيين يعني يستجدون من إيران هذا الاتفاق على الملف النووي، وأنه هذا الاتفاق في حال حصل كمان سيكون لمصلحة حزب الله ولمصلحة حلفاء إيران وسوريا. ليك أنا ما رح دافع عن أمريكا، عم يقولوا استجداء. أمريكا دولة عظمى أحيانا بيشتموا العالم كله، شفنا من مدي أنه عم تتجسس على كل العالم، وفرجونا على أنجلا ميركل حاملة تليفونها وعم تقول جسسوا عليها، وهولاند فرنسوا هولاند وكل الفرنسوية صار يقولوا، بعدين كتبوا الفرنسوية يقولوا لأوباما طب ما بتعتذر؟ أنه ما اعتذر، ما بيقدروا يعتذروا، صاروا 50 سنة بيتجسسوا. أمريكا هي أسيرة قوتها. فاليوم ما بعتقد أمريكا ريكت تستجدي إيران حتى تعمل اتفاق نووي وياها. إيران دولة محاطة بالعقوبات. هلأ في مصلحة، يمكن الأمريكان شافوا في مصلحة، وأمريكا تمشي سياستها على أساس مصلحة حيوية، شافوا في مصلحة أنه اليوم يمشوا بهذا الاتفاق. هل صحيح أنه أمريكا جزئياً عم تنسحب من اهتماماتها بالمنطقة الشرق الأوسط؟ هل صحيح أنه اليوم سياسة أوباما والإدارة الديمقراطية هي غير سياسة طبعاً جورج بوش، غير سياسة جورج بوش، ولكن أنها تستجدي؟ أنا ما بعتقد أمريكا تستجدي. أمريكا ربما تظلم، أمريكا بيعمل سياسة طبعاً. هو سيد حسن الصلا بأحد خطاباته تهكم على التحالف، تحالف البعض مع أمريكا أنه تتخلى عنه، تتخلوا أمريكا تتخلى عنه، بينما أنه حلفائهم هنا ما بيتخلوا عنه. إذا تم التوصل إلى اتفاق أمريكاني إيراني شو بتكون نتائجه؟ في البعض بلشوا يكتبوا أنه رح تكون سوريا ولبنان من حصة إيران، وبعد ما توزعوا شو هني عم يعملوا يالطة جديدة، شو عم يقتسموا العالم إيران وأمريكا. لا أمريكا شيء وإيران شيء. بس هذا احتمال غير وارد، يعني أنه تأخذوا أنه وصلنا نحن يكون لهذا الاتفاق النووي من لازمكم سوريا ولبنان؟ لا مش حيث. أنا بعتقد هذا شيء مستبعد كتير في هذا الموضوع. شو يعني يلتزموا سوريا ولبنان؟ لا هذا اتفاق في أولاً 5+1 قاعدين الدول الغربية كلها مع ألمانيا، دول الغربية كلها مع ألمانيا، دول قاعدين عم يتباحثوا مع إيران بخصوص الملف النووي، مش ليتوزعوا مناطق النفوذ بالعالم. كانت إيران دولة معاقبة، بدها تصبح شريكة أمريكا بتوزع النفوذ على المناطق. لا مش هيدا، يعني عم يستعجلوا كتير هون المحللين، وبيقولوا من كتب إنه رح يطلع لبنان من حصة إيران. هذا من جملة التهويل الداخلي في هذا الصراع الداخلي أو هذا الانقسام اللي حكينا عنه بمطلع الحلقة، أنه انتصر هذا المحور. ما فيش انتصارات، أي انتصارات؟ التاريخ عم يبرم سيد بسام. كان في ثورة، صار في بمصر ثورة تانية،
بالعراق بعده الحرب ماشي مدمر مريض. من شهرين كان في كان واقف جون كيري ولوران فابيوس عم يحكوا بمؤتمر صحفي مشترك بباريس عم يوصفوا لبشار الأسد بالمونستر بأقصى التعبير. شوي تراجعت الضربة صاروا يحكوا عن انتصار. ما كل ذلك بدك تاخد تاريخ بالجملة مش ببعض متفرقاته لنشوف وين عم تستقر الأوضاع بالمنطقة وين رح يستقر لبنان. نحن ضمن هذا الواقع وضمن هذه المنطقة اللي عم تمشي تاريخ عم يمشي فيها فيها عنف فيها موت وفيها دمار. ونحن الأسبوع الماضي عشنا في هذا العنف وإن شاء الله ما تتكرر هذه المخاطر اللي شفناها. ونحن عم نطلع لقدام عم نشوف كيف نحمي نفسنا في هذا السياق اللي اسمه تحييد لبنان عن صراعات. نتأمل أن نتوصل إلى ذلك لكن ما نستعجل ونحكم على الأمور كأن انتهت كأنه خلاص يعني انتصر فريق ولبنان هزم سوريا انتصرت وأصبح لبنان تحت النفوذ الإيراني السوري. هذا كلام أقرب إلى الهزيان منه إلى الواقع. توقفتني مرة مع الإعلان ومنتبع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع مستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور داود الصايغ. دكتور يعني اليوم وضع المسيحيين في كل ما يجري في هذه المنطقة هو وضع مطروح على بساط البحث. هناك مؤتمرات تعقد في لبنان وغير لبنان وأيضا يعني هناك تحرك للفاتيكان بهذا الاتجاه عم بيقوم فيه البابا فرانسيس. يعني إلى أين ستصل هذه المسألة وخصوصا بالدوائر الفاتيكانية؟ الحقيقة من امبارح اول امبارح بزيت 21 شهر اجتمع البابا مع بطارك الشرق الكاثوليك ومع بعض الكنائس في اوروبا الشرقيه وقال كلام نشر امبارح بصحف انه لا يمكن تصور الشرق الاوسط الشرق العربي بدون وجود مسيحي ودعا المسيحيين الى التشبث بالارض عدم تركه وعدم الهجره. وكذلك يمكن حكوا بعض الامور التنظيميه للبطركيه المشي ولكن ما ننسى أستاذ بسام أنه من سنة الماضي بشهر أيلول 2012 إجا البابا بنديكتوس السادس عشر ونشر إرشاد رسولي له علاقة بمسيحي الشرق وكان سبق البابا يوحنا بولس الثاني 1997 إجا ونشر إرشاد رسولي متعلق بلبنان مسيحي لبنان. هذا الإرشاد الرسولي نشر السنة الماضي كان نتيجة سينودوس خاص عقد في الفاتيكان في تشرين الأول سنة 2010. موضوع مسيحية الشرق بلش يطرح بصورة رئيسية بعد أحداث العراق لأنه صار في هجرة كثيفة من العراق. لكن أنا برأيي لا يجب وضع مسيحية الشرق كلهم في سلة واحدة والحديث عن الأقباط وعن العراق وعن عن سوريا وعن رادس وعن لبنان. لا كل بلد له خصوصيته. هلا طرح الموضوع بالنسبه لسوريا لأن سوريا بلد كبير استاذ بسام 170 الف كيلومتر مربع 24 مليون نسمه فيها وجود مسيحي منتشر وعريق. يعني في مدينه او بلدي اسمها صدد انا عم بسمع كم يوم صار فيها معركه كبيره فيها 16 كنيسه بالرقة في محافظة الرقة ومدينة الرقة في وجود مسيحي مدمر صار في تدمير الكنيسة وطبعا بالقصير فيها 5000 مسيحي فيها عدا عن وجود التقليدي في المدن الكبرى. ولكن هل يجب القول أن هنالك مؤامرة ضد المسيحيين؟ أنا أقول لا بس يكون نصف السكان يعني لحق المسيحيين في سوريا ما لحق بغيره من الطوائف الأخرى. وهلأ إذا في سيد بسام شفنا من مدة بأفغانستان بنت رايحة بدها تفتح مدرسة ضربوها بمي حارقة وهيديك البنت اللي اسمها ملالا اللي كانت 15 سنة كانت رح تاخذ جائزة نوبل للسلام
كمان تعرضت للرصاص لأنه ما بدها تروح تدرس. فإذا هذه الأصولية اللي عم تطال المسلمين قبل المسيحيين موجودة، ولكن لنقول أنه في مؤامرة ضد المسيحيين لا، كيفية الحفاظ عليهم، هل يجب أن يحميهم نظام حكم؟ بس بالآخر عم يتضرروا المسيحيين مما يجري، هن لأنه الأقلية في هذه البلدين عم يبين نزوحهم أكثر من غيرهم. ولكن الوجود المسيحي في سوريا بلش يتقلص قبل هذه الثورة، وكذلك في العراق، وكذلك في مصر، وكذلك يعني وقت كانت في مدن كبيرة، حلب كانت متروبول حاضرة كبيرة مسيحية، وكان في وجود بقى طوالي الأحداث في سوريا وإنقلابات وتأميمات خلى كثيرين ينزحوا ويرجعوا على لبنان، ومنهم سافروا إلى الخارج، بقى هذا التراجع. لكن هلأ مع الثورة، مع قضية صيدانية ومعلولة خاصة، وهيدي محاولات وذكرتها الصحف الأجنبية، صار في محاولة من النظام لاستغلال هذا الوضع وإظهاره أنه هو بيحمي المسيحية، أنه أنا البديل عني في هذه، يعني إيه كانت بوقتها بعض القصة الكيميائية حامية بعد مسألة السلاح الكيميائي، حاول يصرف النظر الموضوع الكيميائي لقصة معلولة. ولكن هون بلبنان أستاذ بسام صار في مؤتمرات، في مؤتمر تحدث فيه رئيس الجمهورية بوضوح صار فيه بالربوي، لكن في مؤتمرات أخرى صارت موجود فيها قاعد السفير السوري، وقاعد صار في استغلال لهذا الوجود لهذا الموضوع لحتى يبينوا إنه الوجود المسيحي مهدد إذا ما سقط هذا النظام. هلأ الموقف الرسمي للفاتيكان للكنيسة بصورة عامة، الموقف الرسمي الكنيسة ما بتمشي مع أنظمة، الكنيسة ما بتتحالف مع أنظمة، الكنيسة نظريتها أنه مواطنة، هي مواطنة للجميع، حريات عامة للجميع، حرية تعبير، حرية معتقد، مش النظام بيحمي. هلأ إذا هيدا الحركات الأصولية اليوم متعددة في سوريا تشكل خطر على الجميع، على الإسلام المعتدل وعلى المسيحيين وعلى الأقليات الأخرى، ولكن هذا لا يعني أنه هنالك حلف أقليات هذا مضر لجميع المسيحيين بالدرجة الأولى. بس قبل ما تابع أنا وياك بهذا الموضوع، خلينا ننتقل على صيدا مع زميلنا نادر فوز لحتى نشوف شو يعني صار بقصة معين أبو ظهر، شو بيّن معلومات جديدة، شو بيقولوا أهله. نادر نهارك سعيد. نهارك سعيد لك ولضيفك بسام. يا نادر، شو هي الأجواء يلي سيدي بمدينة صيدا وتحديدا عند يعني عائلة معين أبو ظهر؟ هل تمكنت أنك تشوف أهله؟ هل تحدثت معهم؟ شو ردود فعلهم على اللي جار؟ بسام، فعلا العائلة أصدنا المنزل اليوم بمنطقة البستان الكبير بصيدا يلي هي على شرق البولفار الشرقي بالمدينة. طبعا العائلة بعدها رافضة تحكي، ما عم بتقابل الإعلاميين، وطبعا ناطرة فحوصات الدي ان اي يلي مفترض أنه تطلع نهار التنين. بحسب أجواء الحي يلي ساكن فيه معين أبو ظهر، فإنه طبعا هني بعدهم تحت وقع الصدمة، ولكن طبعا متفاهمين لهذا الشيء، لهذا النفس يلي وصلت له المدينة نتيجة تراكمات الغبن، ما اعتبروا تراكمات غبن وتراكمات ظلم عم تحصل بحق مدينة صيدا وأيضا بحق أبناء الطائفة السنية. طبعا الأهالي بأكدوا أنه معين أبو ظهر ما له علاقة بالشيخ أحمد الأسير، باعتبار أنه لو الشيخ أحمد الأسير عنده مجموعة مثل مجموعة معين أبو ظهر أو غيرها من الشباب كانت مدينة صيدا وصلت لأمور أبعد من هيك بكتير، من وقت أطول من يعني أبكر من هلأ، وبالتالي هن بينفوا علاقة معين أبو ظهر بحركة الشيخ أحمد الأسير، وبنفس الوقت بيعبروا عن نفس، إذا ما بدنا نقول يعني فينا نقول متفهم لهيدا الأمور يلي وصلت لمدينة صيدا، لهيدا النفس يلي وصل له بعض شباب صيدا. طبعا نحن بعدنا عم نحاول نحكي مع حدا من أقاربه لمعين أبو ظهر، العيلة كلها يعني أهله وقرايبينه رافضين يحكوا، حتى بعض المخاتير يعني ما بيحبزوا هيدي الفكرة. طبعا جلنا عملنا جولة صغيرة بالحي بمنطقة بستان الكبير، وسمعنا آراء كلها عم تفسر انه الازمه بسوريا موضوع عبره، وايضا موضوع يعني اشتباكات المتواصله بالمدينه والتوترات والتفجيرات، طبعا هيدي كلها عم تنعكس على
ذهن وعلى نفوس أهالي وشباب المدينة. وبالتالي بسام نحن بعدنا منتظرين موقف العائلة يلي حيطلع إن كان لجهة يعني توضيح ما حصل أو حتى تبرير أو تفسير ما حصل، وأيضا لنعرف أهل معين شو رأيهم بهيدي العملية يلي انفضل. والده لمعين يعني عدنان أبو ظاهر هل بعده بوزارة الدفاع يعني قائد التحقيق أو أنه أفرج عنه وأعاد إلى المنزل؟ هلا حسب ما خبرتنا إحدى يعني ما عرفنا مين هي الصبية اللي كانت على الباب عندهم بالمنزل، ولكن بسام الصبية اللي كانت موجودة بمنزل معين أبو ظهر أو والده عدنان أبو ظهر قالت لنا إنه الحاج عدنان تعبان شوي ومريض وبالتالي ما بده يحكي، وبالتالي بعتقد انه هو منه بوزارة الدفاع، ربما في صيدا او في مكان اخر. هذا استنتاج وليست معلومة بس. شكرا للزميل نادر فوز على كل هذه الاجواء والمعلومات. عندك اي تعليق على الكلام؟ يعني منه هين هذا الموضوع استاذ بسام على العائلة وعلى المحيط، منه هين يطلع شخص شاب يتصرف بهالطريقة وكان عايش بالخارج حسب ما فهمنا. من المستغرب أو من الملفت أنه معظم هؤلاء بيتصرفوا بهالشكل بحياتهم تم تجنيدهم بالخارج، يعني بأوروبا عم بيصيروا أصوليين بالخارج على يد ما بعرف تأثير من حدا. البيئة اللي خرج منها هي بيئة معتدلة، بيئة صيدا، هي بيئة عيش واحد، عيش مشترك، وعائلة أبو ظهر عائلة معروفة مثل معظم العائلات الصيدوية. هلا ليش هذا الشاب وصل إلى هذه الخيارات؟ هيدي مأساة عم نشوفها نحن بلبنان وعم نشوفوها كل التصرفات الإرهابية واللي بعد ما حدا آمن من ابتداء من 2001 بنيويورك شهر أيلول إلى عنا صار فيه نحنا تفجيرات إرهابية، وصارت 1983 ما بننسى ضد الأمريكان وضد الفرنساوية، احتفلوا من مدة أو ذكرناهم مرور 30 سنة. بقى هالتصرف الأصولي اللي بيرافقوا انتحاري هذا أمر ظاهر في هذه الموجات اللي نشأت في الشرق العربي وامتدت إلى الغرب. نحن اليوم وصلت لعنا. طيب اليوم عم يجي مين يضع هذه الموجات أو هذه التصرفات بوجه المسيحيين ويقول لهم ليكو في هذا النظام وفي هؤلاء كنت تختاروا؟ هودي خطر على الجميع، لشان يجوا اللي عملوا هالعمل بالسفارة الإيرانية استهدفوا مسيحيين، لا هني هودي بشكله خطر على الجميع. والإسلام المعتدل واللي هو بعده الأكثرية واللي يجب أن يكون له الرأي واللي هو المستقبل هو بشكل هودي خطر علي أكثر ما بشكله على المسيحية وعلى الجميع. إني خطر على الجميع. وشفنا نحن كل المغامرة سي بسام، كل المغامرة بالأفغانستان من قبل أمريكا والغرب هي ضد الحركة الطالبان وضد ما نتج عن هذا التوجه اللي وصلوا إلى حد ضد القاعدة واتباع اللي وصلوا إنه صار يعتبروا التماثيل مظهر غير ديني. وشفنا بمالي شو عملوا، شفنا هيدا بشكله اليوم الخطر الكبير. وإذا منا نسترسل شوي منقول ربما تكون هذه الموجات أو هذه الحركات هي اللي خلت الغرب يتريس في الموضوع السوري، مش لأنه الخيار هو نظام بشار الأسد. ونحن سمعنا باراك أوباما أكثر مرة يقول أيام هذا النظام معدودة، ولكن شافوا بعدين بعد جبهة النصرة وبعد داعش وكل هذه الحركات اللي تعددت في سوريا بالمئات موجودين، كل واحد معه 50 شخص بيعمل الحركة. هذه الفوضى اللي خدمت النظام، خلينا نعترف خدمت مرامي النظام، وعارف هو كيف استغلها كمان كيف يظهر هذه الصورة. طلعهم من الحبوس وراحوا عملوه عم يبين الغرب انه او انا او هودي، مش معناتها كل شيء قال. لكن جوابا على سؤالك هودي بشكله خطر على الجميع
بشكله خطر فقط على المسيحيين. طبعا في تصرفات فرجونا بعض الصور ناس عم يتعرضوا للكنائس للتماثيل المقدسة، بس ما هن كمان في شفنا عم يهدموا المساجد، يعني مساجد عريقة بمدن كبرى بحلب وبحمص تدمرت. فإذا حتى نكمل بهداك الموضوع، أنا برأيي مستقبل المسيحيين في سوريا وفي الشرق هو مرهون بأنظمة مستقرة، بأنظمة مثل ما إجوا حكوا بمصر سيد بسام، حكوا بمصر وقت هذا البيانات صدرت عن الأزهر لتعترف بحرية المعتقد ووجوب عدم التفتيش في ضمائر الآخرين. يعني بس نوصل لوقت هي يمكن ما تكون بكرة، بجوز نحن استبشرنا خير بسرعة من هذا الربيع العربي، وإلا أنه رح تنشأ في هذه البلدان العربية أنظمة فصل سلطات، تداول سلطة وحريات عامة، اللي هي الديمقراطية. هذه الأنظمة بعد ما نشأت. هل معناتها أنه إجا محل متشددين؟ لا، شفنا انتهى عهد الحزب الواحد، انتهى عهد الدكتاتوريات، وشفنا المصريين أسقطوا نظام الإخوان المسلمين، وهذا دليل على أنه لا، في الشعوب رافضة هذا النوع من الأنظمة، مش البديل عن بشار القاعدة والنصرة. لا، مش صحيح. بعد الأكثرية هي للشعب السوري، للثورة السورية، لهذه الأكثرية اللي انطلقت بالبداية تقول سلمية سلمية سلمية، وكان تصرفات النظام من وقت رمز الخطيب هذا الولد اللي قتلوه بدرعة، وهذه عمليات القمع اللي نتج عنها هذه ردود الفعل. بقى اليوم بسوريا الوضع هو ردة فعل، لكن وصل العالم إلى مأزق. أولا ما قدروا على مدة سنتين ونص ياخذوا ولا قرار مجلس الأمن وقف ضده روسيا والصين، وبعدين عملوا مؤتمرات أصدقاء سوريا متنقلة في العالم، عملوا مؤتمرات كتيرة، ولحد ما وجدوا بديل. هلأ المعارضة اللي بدها تروح على جنيف 2 أو بدها تروح على جنيف 2، الأمل هو بهذا الحل السياسي. بس بعد المعارضة السورية المدنية اللي تتطلع إلى إقامة نظام ديمقراطي فيه فصل سلطات واحترام الحريات العامة واحترام الآخر، هذا هو مستقبل سوريا هون، ليس مستقبل سوريا لا مع نظام الحكم الواحد الحزب الواحد، ولا مع النظام العائلي، ولا مع الأصوليين. في حل آخر هو اللي بده يبين نتيجة هذه التطورات. بقى التاريخ عم يبرم دوته. بس من هلأ لذاك الوقت، يعني كيف ممكن أنت تحافظ على الوجود المسيحي في سوريا؟ يعني كيف هذا المسيحي بدك تقول له خليك بهذه الأرض، خليك هون؟ شو دور الفاتيكان؟ شو دور الكنائس الموجودة بقلب سوريا؟ دور الكنائس إلى دريك أسيد بسام، الفاتيكان قوة معنوية أكثر من اللي حكى، ما بيقدر يعمل شيء. بيقدروا يحكوا، بيقدروا يتواصلوا مع مين. يعني دور الكنائس هون، دور الكنائس المحلية، عدم الوقوف مع أنظمة، عدم الوقوف مع هذا الفريق أو لا، يعني بجوز يكون موقف حرج، لأنه نظام الحكم بسوريا حاول يستعمل هذه الكنائس أو بعض رجال الدين في سبيل الالتحام معه والالتصاق فيه. في منهم مشوا، في منهم ما مشوا. ضرر الالتصاق مع نظام حكم. ونحن شفنا، طيب كمان كان صدام حسين يدعي أنه حامي المسيحية بالعراق، بس سقط. شو صار بالمسيحية بالعراق؟ وجود قوة عظمى الولايات المتحدة اللي لا تهتم بهذا الموضوع، لا تهتم بأنه موجود مسيحي. هذا موضوع بعده بجوز بيتحسس له الأوروبيين، بتحسس له فرنسا والدول المحيطة بالفاتيكان، ولكن الولايات المتحدة لا تتحسس لهذا الموضوع، أنه تركوا المسيحيين ضربت كنايسهم وصار فيه وتعرضوا لرجال دين، ومع ذلك ما صار فيه محاولة لهذه النوع من الحماية. هلأ نحن الكل عم يمرقوا، مسيحيين وغير مسيحيين عم يمرقوا بفترة دقيقة في سوريا وفي هذه المنطقة. هل يعني ذلك أنه بدأ عمل دولي لحماية المسيحيين؟ ما بعتقد هذا عمل رح يحصل. صرح لوران فابيوس، وصرح قبله
الان جي بي وقت كمل حكومة كان أيام ساركوزي، وصرحوا مسؤولين أوروبيين أنه لا لابد بس لا يتعدى ذلك حدود التصريحات. هذا يعود إلى المسيحيين أنفسهم، للمجموعات أنفسهم، اللي كيف بدها تلاقي طريقة أنها تحمي نفسها وتحمي وجودها في هذا التحول التاريخي في سوريا وفي لبنان وفي المنطقة. نحن بلبنان الوضع المسيحي مختلف على صعيد المؤسسات العامة، طبعا عندنا مناصفة الكنيسة حاضرة، هلا في هجرة لكن هجرة تطال الجميع وليس فقط المسيحيين. حتى يعني نجاوب بصورة قدر الإمكان بصورة واضحة، ما حدا عنده ضماني أستاذ بسام، ضماني هو مستقبل الذي نأمل أن يكون مختلف عن الواقع الحالي. الواقع الحالي لا، واقع انقسام شديد بسوريا اليوم أستاذ بسام، يمكن لأنه ما كان عندهم حياة سياسية قبل، في كراهية شديدة. يعني ما يجري في سوريا اليوم هو نتيجة كراهيات تطال الجميع. ونتأمل مع هلأ إذا عقد جنيف 2 أن يكون هناك حل سياسي، لأنه الكل عم بيقولوا بما في أركان النظام السوري ليس هنالك من حل عسكري، وهذا دليل على أنه النظام مش قادر يحسم والمعارضة مش قادرة تحسم. هل في بس يتفقوا الكبار؟ نحن سوريا اليوم ما عادت لاعب، بس يلعبوا الكبار صغار ما قالوا المحل. لسبب بداية الحديث قلنا نحن كيف نخرج لبنان من لعبة الكبار. دكتور داود الصايغ، بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك. شكرا. ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.